السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأوفياء، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. جواد قناة نمشي على السيدة اللي حيدت منه التوكال، وعطى العنوان ديالها بالضبط ورقم الهاتف ديالها باش ياخذوا من الفنان محمد الريفي. وهذا الفيديو ما غاديش ينفع غير محمد الريفي، غادي ينفع بزاف ديال الناس اللي كيعانيوا من نفس الحالة. فما تنساوش اخوتي ديروا لايك للفيديو وبارطاج باش تعم الفائدة. غادي نخليكم مع الفيديو. كما كتشوفوا احبابي حنايا اهل باهية، وهنا كندخلوا الباهية انتغدي، وهنا بحال ندخلوا للصاغة ديال الملح، الصاغة ديال الملح، الصاغة الذهب اللي كتدخل معاه هنايا. فوالا انتما كما كتشوفوا كاين الداخ، انتما كتدخل معاه هذه، فوالا كتشوف هكا. هذه هي الصاغة، راه هي الصاغة، هذه الصاغة كتجيو عاوتاني من هنايا، كتجيو هكا على قصر الباهية. اللي كيعرف قصر الباهية، قصر الباهية هاد الطريقة تدي الملاح، وهنا كتجي الرياض الزيتون ولا دار السي سعيد. هذا قصر الباهية كتجي هكا، كنجيو من هنايا فوالا. عندما كتشوفوا كاين بريد بنك، عقلوا عليه مزيان. كنجيو لهنايا فوالا، كما كتشوفوا كاين هضر السيد سعيد دخل جهتها، كاين واحد الباركينغ اللي كتجي تحطوا فيه طوموبيلتكم. هذا باركينغ كبير، فوالا باركينغ كبير، يعني كتجي كتحط طافاتور ايسي مثلا، نحط مافاتور ايسي بوزيسي. فوالا حبابي هذه المنطقة الحضرية جمع فينا. كاين هاد الدرب، كاين هاد الدرب هذا بحال غادي دار السيد سعيد تدخل معاه مع هاد القص. دار السي سعيدة هي كتدخل مع هاد القص، كتدخل فوالا. يعني كتمشي طوالة طوالة وحدة، كنبقاو غاديين طوالة، المهم غنبقاو غاديين طوالة. هنايا كاين هاد السقاية، هاد السقاية كينضرب هنا، ولكن كتكملو طوالة. شكرا حبيبي، الله يكبر بيك. كتكمل طوال هكا، كتلقى هاد من الحانوت كيزيدو، كاين عاود نضرب اخر هكا. مي ما كتجيوش، ما كتدخلوش معانا، كتبقاو غادي طوال. ملي كتجيو كتبقاو غادي طوال، كتجيو انتما شوف، كدوزو مع هاد الطريق. اسمح لي، كدوزو مع هاد الطريق، راه هي بحال دويرة هكا. هانتوما دويرة، هانتوما كدور مع هذا، كاين هذا رياض لي زيلو، لي زيلو بي، لي زيلو بي أخويا الله يحفظك يا أوليفي. كدور عاوتاني مع هذا، كدور مع هنايا، راه هاد المدينة عندها واحد الأجواء بوحديتو. وكتدخل مع هاد الدريبة إلى بقى عقل الدار، يمكن هي هاديك القنتانية. هاد البلاكة الزرقاء هادي هي الدار إلا باقي عقل. المهم أني جيت، وهاي السيدة اللي كانت شافتني، هادي أمي زهرة. توحشتيني ياك؟ إي وحق الله إلا توحشتني، راه لقيتها باقا في عمرها، الله يطول عمرها. المهم حط لكم الرقم ديالها، باسكو أنا هاد السيدة هي سببي فاش طبريت. السلام عليكم. بزاف الناس تيقول لي بيت النمره، بيت النمره في رياض الزيتون. حط لكم الرقم ديالها وجيو عندها، ما ننساش خيرها وعزيزه عليا، وكنحماق عليها وهي راه باقا بصحتها. قلت لكم انا السيد صراحه الله من نهار جاب الله عليها يدي العفو، وما بقاش حتى هي توحشتني وتوحشتها. راه كتقلع التوكل كبو مزوي وغزاله ونيه، اقسم بالله. واحد الفكره كتجي كتعطيك واحد الحريره عندها، يا سلام، واحد الحريره مسكينه. وانسان شوف لا لا والو، حاجه والله. شوف والله الا جيت نوري الناس، نوريهم هذا ونمره التليفون ونشد الطريق. عندي رونديفو في كيليز، راه كنحماق عليك، كنقولها موراك وكنهضر معاك موراك. والناس فاش هضرت عليها محمد الريفي بزاف الناس بغاو يجيو. ها هي عقلوا على امي زهره، امي زهره في الزيتون الفارسي، الفارسي ها انتم معناتو الفارسي. بهاد البركه شكون اللي تشيا بهاد البركه، عزيزه عليا، عزيزه عليا، خيرها ما ننساش، الله يخليها.
نيتها وخلي ليها حفايدها. وطبعا خلي لكم الكونتاكت وفديتكم انا قناه جاوبت اكثر منك. وين عقلت 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 انا بحال خرجت هذيك اللي وصلت دابا الغالي. شوفوا انا خارج مع امي زهره دابا. الدار فيها البركه امي زهره. الزاويه الزاويه امي زهره مسكينه تبعاني. السلام عليكم امي زهره. الله يرحمها امي زهره مسكينه. يسلم عليك خير. السلام عقلوا على هذا البلاصه. هاي هاد البلاكا حاضر مي زهره هي. السلام عليكم مي زهره. السلام. شي مسكينه فرحات بيا بزاف صراحه الله. واحد الاحساس اذا ملي كتشوفوا كيف حرك من قلبك ووقف معك في واحد المحنه اللي كنتي انت مريض ومن حطو توكلو صراحه. المهم الله يطول عمرها اختي وليدتها تعاود نقولها مره اخرى. فالله يجزيه بالخير ويجعل لي في ميزان حسناته، والله يشافي محمد الريفي ويشافي جميع المرضى المسلمين. شكرا لكم خوتي على حسن المتابعة. إلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.